السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مرحبا بكم سيدتي أنستي سادتي إلى هذه الحلقة الجديدة الأخرى من برنامجكم لقاء خاص، الجزء الثاني الذي نستضيف من خلاله السياسي والمعتقل السابق الأستاذ الكبير سي عبد الرحمن شجر. مرحبا بك سي عبد الرحمن. مرحبا بك مرة أخرى. شكرا لكم ومرحبا. بارك الله فيك. إذن 59 بداية مسارك السياسي، وخصوصا وأنه استقل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن حزب الاستقلال، وانتماؤك إليه مباشرة عن اقتناع وعن أيضا جدارة واستحقاق بعد أن مارست تفكيرا طويلا قبل أن تلج إليه. يعني بغينا نعرفوا شكون اللي جرك الممارسة السياسية بالفعل، ماشي بالتفكير. نعم. التفكير كاين وكنت قريب من النبض ديال الشارع السياسي. نعم. نعم. ولكن شكون اللي أثر فيك بزاف باش تولج المسار السياسي مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟ نظرا لهذا الشيء اللي هضرنا عليه، يعني لقيت المجال. نعم. يعني فاش اللي هو يعني كيلبي هذوك الطموحات اللي كانت عندي. نعم. انا اميل الى السياسه كثيرا. نعم. انا السياسه هي المسار ديالي. نعم. ملي الحزب تاسس هذيك الساعه انا موجود فاش. نعم. وكنت حاري تكونت اول مدرسه ديال المعلمين في مدينه اسفي. نعم. هادشي في المغرب. في المغرب. نعم. هادشي في من بعد 59 تأسس الحزب، 59 60 61 62 تأسست هاد المدرسة. تأسست المدرسة. إيه، ولكن هاد الثلاث سنين اللي قبل ما تأسس هاد المدرسة كنت دخلت مع الاتحاديين في المكاتب لأن هما ديك الساعة كانوا كيستقطبوا. كانوا تيستقطبوا الشباب. الشباب. نعم. دخلت مع الاتحاد. مارستي السياسة. بديت كان واقعيا. نعم. باقي ما 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 تكون ما راكمتش البقايا طبعا، ولكن كان تصنت. نعم. كان تصنت اكثر ما كنهضر. نعم. بقينا كنحضروا في الاجتماعات، غير انا كانت عندي واحد سبحان الله ديك الساعه الاتحاديين الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه باقي محافظين بديك الطريقه ديال التاثير ديال حزب الاستقلال. باقي ما ابتكروش شي حاجه اللي هي جديدة. مخالفه. هما عندهم ادبيات. ادبيات كاينه. ايه. اخترعوا باقي تيديروا المسيرين. نعم. هذا المسير شنو هي المهمه ديالو؟ مثلا هذا الحي ديال المسيره ثلاثه فيها الناس اتحاديين. نعم. خصهم يتاثروا ويفهموا اشنو كاين في الحزب، اش كيروج، اشنو كاين الاخر. كانوا ديك الساعة كيصيفطوني مسير. أجي. كان حضر. ديك الساعة الناس ما قاريينش. الأمية باقية. نعم. الأمية مسيطرة. نعم. أنا ديجا ما عندي واحد الشهادة. باكاج وقريت في مدرسة. وراه الشهادة الابتدائية راه بحال قلتي إجازة في ذاك الوقت. تمام. سيصيفطوني باش نسير. أشنو هو هذا السير؟ الحزب من المركز في الدار البيضاء الكتابة العامة للاتحاد الوطني للقوى الشعبية كانوا كيفرقوا المناشير على الفروع في المدن. نعم. كيتضمن انشطه ديال الحيز وشنو اللي كيدير الحيز، وديك الساعه كانت جريده التحرير. كان ديك الساعه الفقيه البصري هو مدير الجريده. وعبد الرحمن اليوسفي رئيس التحرير. نعم. وتيصيفطوا لنا هذوك المناشر وتيتعطاو لهاد الناس اللي شويه فاهمين باش يمشيو ياثروا هذوك الناس اللي احياء الشعبيه. نعم. نعم. كنا كنمشيو كنبسطوا لهم ونفهموا لان ما قارينش الناس. نعم. تعطيه منشور يقرا ما يعرفش. نعم. وحتى باش تفسر ليه ماشي بالضروره. طاقه كبيره. اي كنبسطوا المصطلحات كنحولوهم كندرجوهم كنتي الى اخره غير باش ندخلوا لهم سميتو. نعم. بقينا كنشتغلوا. بداو الاجهزه كتنظم. نعم. تنظم الجهاز ديال الكتابه الاقليميه لان الكتابه الاقليميه ضروري تكون. نعم. اللي هي اللي هي الجهاز التنظيمي كتا الى اخره. نعم. داروني فيها عضو. عضو في الكتابة الإقليمية. جات هذه المدرسة اللي كنت كدير مدرسة المعلمين. نعم. باش تأسس
توسط لي واحد السيد باش نخدم حارس في الداخليه ديال هذيك المدرسه. عجيب. اي جاتني مزيانه، لان احنا اي مؤسسه كنبغيو ندخلوا ليها باش نستقطبوا الناس. نعم. وديك الساعه كنا في الاتحاد المغربي للشغل، باقي ما تفرقناش. باقي ما تفرقوش تماما. وهذيك الاتحاد المغربي للشغل في ديك المرحله قوه الحزب. تماما. نعم. يعني علاش حزب الاستقلال يعني انفصلنا وصدقنا يعني تقريبا اقوى من حزب الاستقلال بفضل الاتحاد المغربي للشغل. نعم. الى جانب، وهذا التاريخ، الى جانب حزب الحزب سميتو ديال علي عتا الله يرحمه. نعم. تقدم الاشتراكيه. تقدم الاشتراكيه. الاطروحات ديالنا كلها كانت كيساندها، وكاين واحد التجاوب بيناتنا. نعم. كانت عندهم جريده المكافحه ديك الساعه الى اخره. نعم. خدمت في هذيك سميتو، بقينا تقريبا يلاه كنخلقوا النواه داخل النقابيه. نعم. كان ذكر مع المعلمين، كاين واحد تلقى شي شويه تيقول لك انا عندي الوليدات، انا غير ما عندي ما ندير الصداع. تلقى شي واحد فيه شي شويه ديال سميتو كنبقى لاصقو سميتو تنقلقوا النقابه وداك الشيء. ودرت وخلقت النقابه ديال النقابه ديال العمال ديال المدارس. شرفت عليها هذيك الساعه، حنا باقيين في الاتحاد المغربي للشغل. هاد المسائل كنا كنشطوا. اللي غادي يشكل بداية ساخنة بالنسبة للحزب هي الدستور ديال 62. هذه هي بداية هذه البداية ديال بداية ديال ديال التوتر ديال التوتر ديال التوتر وديال أيضا يعني معالم المعارضة، معالم ديال المعارضة بشكل مباشر. تماما. أعلنوا على تشكيل على صياغة ديال الدستور. ملي صاغوا الدستور الاتحاد مبدئيا رفض. نعم. ولكن تنظيميا خصو ينظم هذه المساله ديال الرفض. الرفض بشكل يعني قناعه شيء، ولكن تنظيميا خصو يكون على الواقع. تمام. هنا فين وقع اول خلاف بيننا وبين الاتحاد المغربي للشغل. نعم. هذه النقطه. نعم. جلسوا معهم القياده، الكتاب العام على القوى الشعبيه، جلسوا مع الاتحاد المغربي المحجوب بن الصديق وعبد الرحيم بوعلي. قالوا دابا حنا بغينا بغينا نقاطعوا الدستور. وجهه نظر المحجوب بن الصديق الله يرحمه، قال لهم لا، نشاركوا بلا. نعم. نشاركوا ولكن نعبروا على راينا. نعبروا على راينا، نشاركوا بلا. بلا. نعم. ونقولوا لا. المهدي بن بركه الله يرحمه رفض. قال لي هو اجتهد. قال ودي، قال المحجوب الصديق، الا شاركنا بلا بمعنى ونجح الدستور ونجح الدستور راه زكيناه. من خارطين عمليا. تمام. هذا التخوف ديال المهدي انه نطيحوا في هذا. نعم. اما الا قاطعتي ما عندك سميتو. وان كان في 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 سميتو في المضمون ديال المقاطعه وديال سميتو هذه فيها نقاش، فيها نقاش طويل، لان حتى ديك المقاطعه هي نفسها راه كتزكي. لان حتى هي موقف، حتى هي موقف، حتى هي موقف. نعم. انفصل. داروا لا، وحنا درنا المقاطعه وهما داروا. داروا شاركوا. داروا لا شاركوا. داروا لا. داروا لا. اول مره تتحسوا بانه كاين انقسام على مستوى، لا انقسام وجهه النظر ما بين الشق النقابي والشق السياسي. السياسي السياسي هذه كانت فصيله. نعم. الى حد الساعه صحيح صحيح. ديك الساعه بدات المعارك في الدستور، بدات المعركه. نعم. مولاي العربي العلوي الله يرحمه هو الفقير المصري، ديك المناشير اللي كنا كنفرقوها في فاسميتو. نعم. فيها الصوره ديال مولاي العربي العلوي والفقير المصري. نعم. مولاي العربي العلوي كاتب اش كيقول. نعم. قال ما تصوتوش على الدستور، هذا الدستور بهذا اللفظ. نعم. حرام. نعم. حيت هو كان فقيه يعني ومن الصدر ديال اعظم ديال القصر الملكي. تمام. وعلوي وكذا. نعم. وهذا وهذا. مشى معنا، مشينا القياده كلها دابا ديال الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه، كلها بدينا في المعارك.
نزلتوا نزلنا للواقع للواقع تتخاطبوا الناس ها علاش حنا ما بغيناش نشاركوا قاطعنا ها علاش ها علاش هذا دستور ممنوع نعم صاغوه الخبراء الفرنسيين والاسرائيليين وكذا وهذا ديك الساعه نعم. كان الغولاي حتى هو نعم. نعم. احنا هذا الشيء بغينا دستور يصيغوه المغاربه مغربي الهويه مغربي الهويه لان هذا الدستور اللي غادي يحكمنا طبعا هذا راه مصير طبعا طبعا اذا هذاك الاصطدام مع قوه النظام انذاك كان بدات من هذا الوقت من هذه النقطه هذه الدستور هو البدايه نعم نعم المهم ديك الساعه جات الحمله ديال الدستور خدينا الحمله دخلنا في الحمله باش نقنعوا الناس على انه لان ما يمكنش ما يكونش عندنا موقف طبعا طبعا ما نكونوش سلبيين دخلنا سميتو انا ديك الساعه يعني كيشوفوا فيا انسان الحماس وكذا وفاهم كنت في المقدمه ديال المظاهره اللي كانت ديال الحمله نعم احنا درنا حمله حيت شي قله دار حمله دابا في اسفي هادشي دائما مكتب الاقليمي ديال اسفي وفي هذيك الظروف ديال الدستور 62 تكونت جبهه المؤسسات عن جبهه الدفاع عن المؤسسات الدستوريه بقيادات قديره نعم اللي تتسمى اختصارا ب مشات لي سميها ديالها عند رياتي حال دابا نتذكرها ايه كاينه هذيك عندها واحد الاسم اختصاري ما عليناش بدات هذيك المؤسسه ديال سميتو دخلنا لقينا في الحمله شكون احنا الاتحاديين وهاد الجبهه اللي مساندها السلطان خرطوا فيها البشوات والقياد والبوليس وكل شيء دخل فيها وحنا وحزب الاستقلال نعم هذه ثلاثة المكونات الرئيسية نعم. اللي دخلت ولكن هذوك خويين عليا بالسلطة وحنا عندنا رصيد تاريخي وهذا حزب الاستقلال السلطة والمال اي وهما استغلوا الخلاف بيننا وبين حزب الاستقلال نعم المهم سيدي خرجنا الحملة ديالنا حنا اللي درناها أنا مشيت في القدام إلى الأمام في الأمام وصلنا على قد المكتب ديال الجبهة داروا فيه الصوره ديال الحسن الثاني الله يرحمه وداروا سميتو يعني والمناشير الى اخره وصلنا على هذاك سميتو هجمنا هذاك المكتب ضربناه بالحجر وكل شيء ولكن هذيك التصويره ديال الحسن الثاني هذه الشهاده هذه امانه ما كاينش اللي ضربها ولا قاسها ولا حتى شي حاجه حنا ضربنا الباب ديال سميتو وهما سادين عليهم وتيطلعوا علينا هذيك الوقفه اللي وقفنا قدام المكتب ديالهم هما لداخل اتصلوا بالبشويه وقالوا له حنا علينا هجوم صيفطوا القوه ما فقنا حتى توقفت القوه وقفوا سميتو واحد لا ديك الساعه القوه المساعده حيت كان حتى القوم ديك الساعه تدخل لا القوم تدخل في الدار البيضاء القوم في الخمسينات اي ما دابا ولاو مغاربه حاكمين صح ديك الساعه منين جاو هادوك كاين اللي هرب بطبيعه الحال انا من باب المسؤوليه ما بغيتيش تخلى لا ما يمكنش لا يمكن الا هربت هي داكشي كله طبخ بقيت واقف تجاوز جا داك الكولونيل جابو الجيب وقال لي اطلع لقى واحده غير حدايا قالوا لي سير بحال قال لهم لا انا مع الشجر قال لي اطلع دوه معايا مسكين غير جيار غير كيجي شي واحد منه اول اعتقال هذا اول داوني ديك الساعه البلديه كان فيها واحد الدريس بوعنان خليفه ديال الباشا وكان في المقاومه غير داوني حتى ال 11 الليل عاد داوني عنده المكتب ديالو غير دخلت هكا وقفت قال لي ايوا الزعيم قال لي غادي في الشارع قدام سميتو قال لي وتتقول لهم وتمشي تتقول لحزب الاستقلال هكا التضامن قال لي انتم الاتحاد وحنا الجبهه قال لي راه حنا المبادئ نفس المبادئ قلت لي السي ادريس مع الاسف الشديد انك انت كنعرفك مقاوم
وما كنتش كننتظر انه يكون عندك التحليلات الواقع. قلتها لي لان انا مشجع انا غادي الحبس عارف القضيه. لا انا عارف ما يمكنش يتلقوني، ولكن هذه تاثر فيه لانه معلوم غادي تاثر، ما يمكنش انت تكون مقاوم وتتحمل هذا التفكير هذا. المهم ضرب هذاك الترجمان ديالو قال له هذا راه ما معاه كلام. قال لي صوب لي دير لي المحضر وصفت الوكيل الملك. دار لي المحضر داوني للسجن. نعم داوني للسجن سيدي ديال الاسفي، بقيت فيه تمايا حتى داس الانتخابات. انا عقل واحد التيران ديال الكره قريب للسجن، وجا المهدي بن بركه دار مهرجان تما وتنسمع الصوت ديالو تصنت في من السجن، من داخل السجن مع الفضاء عريان وسميتو الصدى ديال البوق كنسمعوا البوق ديك الساعه معروف، ودوك الكارديانات ما كان لا صداع ولا لا ما كان، وكان دوك الكارديانات كيتعاطفوا معنا يقول لك واش سمعتي المهدي بن بركه راه هو اللي عجيب. ايوا داس هذيك المرحله، ووزعنا المناشير ووزعنا في الليل. ديك الساعه كانت تروى الفيلات كنلوحوا المناشير من تحت الدفوف وما خلينا ما درناش. شحال جلستي في السجن قبل ما حتى داس الانتخابات؟ حتى داس طقوك؟ لا عرضوني على المحكمه، اول محاكمه واول مناضل الى حد الساعه الاتحادي اللي تحاكم فيه هو عبد ربي. بتهمات الإخلال بالنظام، المس بالأمن العمومي الأمن العمومي والتحريض ولا ما نعرفش داك الشيء، الضرب والجرح وكذا. ديك الساعة على حد علمي أنه تقدم للدفاع عنك مجموعة من المحامين منهم الزرهوني تماما عن هيئة مراكش تماما، وأيضا عبد اللطيف السملالي ابن الوزير السابق لا هو والمعطي بوعبيد هما كانوا في الاتحاد الدستوري، ولكن كانوا اتحاديين وكان في الكتابه العامه للاتحاد الوطني للقوى الشعبيه. هما يعني الحزب المركزي يعني اوكل للسملالي بان يدافع عن الشجاع. ديك الساعه باقين هما في الكتابه، باقين هما في الكتابه باقين. عيطوا للسملالي قالوا لي غادي تهبط لسفي الدفاع على الشجاع راه معتقل. نعم لان خبروهم قالوا لهم راه غادي يدوز في المحاكمه. ديك الساعه المحاكمه باقي ما المحاكمه ديك الساعه القضاء في المغرب باقي ما مهيكلش. ايه باقي ديك الساعه كانوا غير دوك القضاة معينينهم. ايه كان واحد تيقول له العلو من هنا من مراكش شفتوه حكموا فوات فاش نعم غير تفويض. نعم بحال القياد بحال الخلفان اللي كانوا في هذيك الساعه كاين العمال كاع. نعم وهما كاع مقارين داروا، ولكن غير باش يسدوا الفراغ الاداري اللي كاين. طبعا راهي تما يهيكلوا. نعم طبعا. شحال تقريبا كنتي تحكمتي في هذه المحاكمه الاولى؟ حكموا عليا ديك الساعه رغم الدفاع المستميت ديال السملالي وهو الزرهوني، ولكن زعما الزرهوني ما عرف واش كان في الاتحاد ولا لا، ولكن كان شديدا. لكن السملالي ضرب الطابله. نعم وحكموا عليا ديك الساعه نظرا لان ما عنديش سوابق، حكموا عليا بسنتين مع ايقاف التنفيذ. نعم وخرجت. خرجتي ولكن تحت المراقبه القضائيه. بغيت يتبعوك المخابرات. ديك الساعه عندك ملف في المخابرات. ديك الساعه ترشمت صافي. ثاني اعتقال. ثاني اعتقال ديك الساعه منين خرجت من السجن، خلقنا واحد الخليه داخل الحزب ديال الانتماء الى تنظيم ديال الشيخ العرب. انا دابا نعطيك شي كتب تما راه مصور فيهم مع شي تنظيم ديال الشيخ العرب راه عندي دابا. تنظيم سميتو دربنا على السلاح وسميتو، ولكن درنا واحد الخطه ان احنا دابا في هذا التنظيم في هذه العلاقه مع شيخ العرب، ولكن كالم. نعم نبقاو داخل الحزب كاننا ما فرصنا ما نعاود. نعم على الهامش راه حنا كنديروا حاجه اخرى. بحال قلتي لجنه داخل الحزب. اي ولكن ما عندهاش وثائق رسميه داخل الحزب يعني. لا بشكل لا سري. لا هما دابا انتماء للحزب كاين. نعم ولكن الشيء اللي دخلناه حنا بيناتنا ان حنا ما مقتنعينش
بالتوجه ديال الحزب، لان الحزب كيدير التدبير السياسي. سياسي، اذا انتم حنا فكرنا في حاجه اخرى. دابا اذا كانت الحاله الثوريه، وربما هذه من الامور اللي كان تفكر فيها الفقيه البصري. تماما. واليوسف. هو كان عنده هذا الاتجاه. كان حتى هو معه، ولكن عنده على الهامش الى حد ما، لان الفقيه البصري من بعد كانت عنده علاقه بالمخابرات الجزائريه والفرنسيه. وهذا هو اللي خلاه ينتقل للجزائر معلنا عن توريته السلاحيه. تماما تماما. اما اليوسفي فانتقل ما بين باريس وما بين الجزائر، ولكن في الاخر انفصل عن الفكر الفقيه البصري. وعاد الى حمل الرساله السياسيه. هذا هو اللي كاين. لا هذا الشيء، هذا هو اللي كاين. نعم. لان ديك الساعه قررنا هاد الناس اللي بغاو يديروا العمل المسلح والتنظيم السري داخل الحزب، انه الا خرجنا على الحزب غادي نكتشفوا. نعم. قررنا انه نبقاو نشتغلوا نديروا بغطاء الحزب ديالنا، ولكن داخل الحزب بشكل سري. بشكل سري داخل الحزب كتغطيه. نعم. لانه لابد الانسان لابد من الكاموفلاج. طبعا طبعا. كاموفلاج كما كيقولوا الحوته الى خرجتها من تتموت. ولهذا خصنا نبقاو داخل الحزب. اولا كاينه التغطيه التضليليه للبوليس وكذا وهذا وهذا. انا حزبي. نعم. والحزب كيدافع عليك انك انت مناضل حزبي. نعم. طيب هذا الانتقال الى الصاعقه، المنظمه الصاعقه، واش هي كان جسر ما بين هذا الفصيل السري؟ ام ان الانضمام الى منظمه الصاعقه له حكايه اخرى من جانب؟ لا حكايه اخرى. له حكايه. هذا يجي فيما بعد. فيما بعد. يعني انتقال. طيب انتقال الجزائر ثم سوريا ثم المشاركه في الصاعقه والانتقال الى الاردن الاغوار ومشاركه مع الفلسطينيين في العمليات. هذا المسار، هذا الشيء كله غيجي من بعد. من بعد هذه الخليه السريه ديال الشيخ العرب. ديال الشيخ العرب. تماما. شكون اللي كشف السر ديال الشيخ العرب؟ الخليه. ملي كنا كنظموا ديك الساعه هذيك المجموعه ديالنا اللي كنا كنظموا هاد المسائل السريه مسلحه مع التنسيق مع شيخ العرب، ديك الساعه كنهرب للجزائر شيخ العرب. صحيح. كان معنا واحد تيقول لي مرابطين فاسفي. وهو صاحبه واحد، هما هذاك محمد الشكليس هو من تغجشت، هو شلح. ولكن هذا جابوا لنا واحد البخاري كان تيصاوب الموازن ديك الساعه ديال سميتو، كان في البوليس وطردوه. نعم. وكان معاه في فرقه ديال الكره كوايريه. علاقات بيناتهم متينه. نعم. جاو بجوج انضموا لينا. جا عندي واحد منهم قال لي يا ودي راه هذا كان في البوليس. قلت له ويلا هذا الا كان في البوليس راه خطر. قال لك لا راه كيضمنوا فلان، راه فلان هو اللي جابوا له كذا كذا. بقينا. بقى معنا. هذاك البوليس هو عنده تنسيق مع المخابرات وهو معنا في داخل العمل المسلح. هو روجوا على انه راه انقطع عن العمل او طرد شيء او شي حاجه من هذا القبيل، ولكن هو مدسوس. هو طردوه عمدا. باش يعطيو هذيك التغطيه. داخل يولي جاسوس باش يعرف اش اللي تيوقع. تماما. هذيك شي حاجه شموها ماشي هي. العمل ديال البوليس هو هذا. بقى معنا بحيث ديك الساعه كندربوا الناس. واحد المره جيت باش نهز واحد المترية مات 40 نافكه 32 رصاصه. ومن عنده من المغازه اللي كيصاوب فيها الموازن. هزيتها جبت اسميتو هذيك الربطه ديال الخرشوف، وحيدت الشرشوره ودرتها وجمعت داك الشيء كله في وسط الخرشوف وربطته بالقنبه وهزيتها وخرجت بها بالنهار غادي بها غادي نمشي ندرب شي ناس. خرجت حتى للباديه الاثنين دلغيات وسبت كزوله وثلاث سيدي مبارك. مشيت كندرب الناس. احنا ديك الساعه خدامين. وهو معنا هذا الشيء كله عارفه. ولكن دابا هذاك الشعبي وهاد المرابطين هما ولاد اسفي. انا عارفين ماشي ولاد اسفي، وانا ما معروفش بزاف عند البوليس. هما كيعرفون البوليس بزاف. هو دابا متشوش معنا ولكن ما كيعرف عليا والو. انا كتوم. تيهضروا بيناتهم انا غير ساكت. النهار اللي
اللي الشيخ العرب دخل من الجزائر في جوان 64 غادي نبداو. وقع اللي وقع في الدار البيضاء قصة طويلة، لأن تقبض في دار واحد عنده الفران وهرب مع سيدي عثمان عند المخزنية تما فين تقتل إلى آخره. هذيك الساعة منين بداو تيقلبوا على الشيخ العرب داروا التصور ديالو في المحطة الكيران وفي الكيران وفي سميتو مطلوب. أي مطلوب. هذاك البخاري اللي كان معنا هو خدام في لابيركات ديال سميتو، هو صاحب المذكرات صاحب الشهيرة. هذاك الكتاب اسمه كان واحد الكتاب حاجة بحال هكا. ديك الساعة نسق هو يجي ظرف هذاك مرابطين، قال لي هذاك السيد اللي كيجي معكم ديما كيلبس الجلابة، واش قال لي واش ماشي هو شيخ العرب؟ شك. قال لي لا ماشي شيخ العرب بقى. هذاك محمد اش دار ليه منين صافي؟ قالوا ليه دابا خصك تنفذ المخطط، لان ما بقى عندنا ما نزيدو في الانتظاريه. هذاك محمد بغى يمشي للدار البيضاء يجيب الموتورات، كيشري ويشري في الموتورات. صيفطوا معاه جوج ديال البوليس في الكشاف في واحد الكار مراقبينه. وصلوا للدار البيضاء، نزل في الستيام، مشى يفطر في واحد المحلبه، مشاو معاه هو ما حس بيهم. مشى للشركه باش شرا الموتورات وفدو، عطاو الفاكتوره، ثم رجع تبعوه. جا المقر ديال الستيام باش يقطع على السفير، رجع جا واحد الكيشي باش ياخذ الورقه، جا واحد هو ما حسش بيهم، واحد وقف واحد هنا واحد هنا، غير عطى هذاك الورقه باش يديرها في جيبو، غير دار هما يشدوا. قال لي اش كيف الطوموبيل في الستيام لابس جلابه؟ قالوا لي اجي عتقناك، صحاب كرات تدعوك دابا راه بغاو يقتلوك. هزوه داو البنقلاد من تما ديريكت غبروه. اعترف بيا انا ديال سلا، لا بنقلاد ما بين القنيطره وسلا. اي تماما. اعترف بيا انا، اعترف بهذاك الشعبي. اذا هذه هي الثانيه، هذه سبب ديالي انا باش اختفيت. اختفيت ديك الساعة. اختفاء القصري. خرجت من مدرسة المعلمين، التحقت بالدار البيضاء، اغتصت. بقاو هما ملي تشدوا هذوك بقاو تيبحثوا عليا. مشاو للبنك المغربي، هذاك الاخ ديالي اللي كان باقي في البنك، قالوا لي خوك، قال لي هي كاين، قال كيمشي للدار البيضاء. قال لي هي، قال لي عند من كيكون؟ قال لي كاين واحد البوليسي مزوجين انا ويا خواتاته راه كيمشي عنده. وهذاك نسيبو خدام في دار مولاي الشريف. عيطوا لهذاك البوليسي، قالوا لي واش كاين شي نسيبك في بنك المغرب؟ قال لي ايه. قال لي كاين شي خوها اسمه عبد الرحمن؟ قال لي كاين. قال لي تيجي عندك؟ قال لي تيجي عندي. قال لي واش لاحظتي عليه؟ وشوف البوليسي. قال لي واه مزيان دريويش، ما داخل سوق راسو، ما عنده مشاكل، داروا فيه سير بلاص. قال لي اجي لا، قالوا لي اجي سي البوليسي. قال لي قلتي لينا هذاك تينعس مع المغرب؟ قال لي راه انت بوليسي، راك انت اللي ناعس. هذاك اللي قلتي كيجي عندك سميتو؟ ها اللي كاين، ها اللي كاين، ها اللي كاين، ها اللي كاين. صافي قنتو في واحد القنت، تيشوفوا المصير ديالو. داو ليه البوليس لباب الدار على السعودي، زعما لا نكون جيت، لا تكون جيت. انا عندي شي علامات ديالي، كيخبروني افراد العائله شي كيخبر شي كذا. صافي غتصت، مشيت للبلاد، مشيت للجيش، رجعتي للبلاد، جيت للبلاد، جيت للبلاد. واحد السيد ساكن غير في الجبل في واحد العزيب، مشيت عنده، قال لي واش قنتي تما؟ اي قلت لي، قال لي واش عندك السلاح؟ قلت له اودي لا. قال لي صافي بقى هنا حتى الشيخ العرب. ديك الساعه باقي ما ماتش، باقي ما تغتالش، باقي ما تغتالش. بقيت عند هذاك السيد حتى شي نهار مع السبعة الصباح، طلع بيان على ان الشيخ العرب تم تصفيته في سيدي عثمان في دار الزناقي، واحد المخزني كذا 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 الى اخره. انتهت القصه. هو انا كنت بغيت نفتح معك واحد القوس، لانه الاتهامات ما بين الاستقلاليين، ما بين مهدي بن بركه، نعم، من يكون له المصلحه في اغتيال شيخ العرب؟
استقلاليين او بعض الاستقلاليين يقولوا باللي انه مديب المركة هو من قام بتصفيه شيخ العرب. لا غير صحيح، غير صحيح. قضيه ديال شيخ العرب ما فيها لا إديان حزب استقلال ولا الاتحاد، هما بعاد على قضيه شيخ العرب. متفقين على ان الفقيه المصري، واحد الشيء قالوا لي انا الفقيه المصري فيما بعد حتى مات ولقينا في الجزائر وقالها لي، قال لك التنظيم ديال شيخ العرب انا ما عمرني اتفقت معاه. ما كان عليه يكون كنت واحد في ذاك الوقت بالضبط، في ذاك الوقت كان شيخ، كان الفقيه المصري الله يرحمهم كاملين، شيخ الفقيه المصري كانت عنده واحد النوع من الانانيه ما يسمحش لشي واحد يكون زعيم بحاله. بحال الا شيخ العرب بغى يدير تنظيم سري بغى يزحم الفقيه المصري. ولهذا الاتهامات كانت تيشيروا على بعضياتهم، شكون يشيروا على بعضياتهم غير ما هو الاتحادين، ما كاينش واحد اللي تامر على شيخ العرب انه لا. لان ديك الساعه علاش؟ لان في سميتو في التفكير ديال المنظمه ديالنا ديال المنظمه السيريه، ان اي واحد بغى يشوش على النظام هذاك راه معنا. طيب نرجعوا للاعتقال ديالك، في واش بقيتي تما في الجبل حتى لواحد المده ودارتي، او انه تعتقلتي في هذاك الوقت؟ لا بقيت ملي مات شيخ العرب التحقت بالجزائر ديريكت. ديريكت. ولكن كي كي كي, كي عملتي وانت مطارد؟ لا وديك الساعه دبرت، كان واحد الصديق ديالي في السلا مشيت عطاني شي حاجه ديال الفلوس وما قلتليش انا غادي نخرج ولا كذا. اي مشيت ذكرتي. اي ذكرت انا كندبر الامور ديالي غير مشيت للحدود. نعم. مشيت لوجده. لوجده. قلت انا غادي نمشي لفيكيك نقطع من تما. كاينه الحدود بسهوله. 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 ولكن جغرافيا بعيده على كثيره بزاف. بعيده بزاف. الصحاري الصحاري. مشيت حتى لعين بني مطار. كان خو عمر بن جلول الله يرحمه واحد تيقول لي الزبير كان مدير المدرسه تما، مشيت عنده وقلت له اودي اللي كاين قال لي لا ما تدخلش من هنا. اعتقلك؟ لا قال لي بعيده بزاف، الا فلتي كاع ودخلتي غادي تبقى تايه في هذوك الصحاري. قال لي انا غنخلص لك الاوتيل تبات هنا الصباح سير في الكار عم بحرك، غير المهم هنا قال لي ما تدخلش من هنا. دخلتي من الحدود؟ لا رجعت لوجده. رجعت لوجده مشيت للسعيديه، بغيت ندخل من السعيديه. السعيديه راه غير قريبه الشاطئ وكذا، ولكن تما كاين حراسه مشدده الجيش. وكاين الشبيك. بقيت كنفكر رجعت لحفير. اجي رجعت لحفير، من احفير دخلت تما كاين السلك بيناتهم وشويه ما كاينش بزاف التركيز ديال الامن وكذا، وتيدوزوا بعض المرات. ايه وكاين شي تغارات، كاين المهربين. كاين المهربين. وشحال من واحد تهز تما مات، لان فرنسا هذاك السلك اللي دارت فيه الالغام. فيه الالغام صحيح. مشيت قطعت غادي ديك الساعه الفقير المصري كاين في الجزائر. ديك الساعه في فرنسا. كاين في فرنسا. خرج الاعتقال ديال 65. نعم. خرج وبقى شويه مات حتى دوخهم شي شويه وواصل من طنجه ومشى. مشى. ومن تما صافي. طيب دخلتي للجزائر؟ دخلت للجزائر مشيت للمغنيه، المغنيه مشيت للوهران. هذاك السيد اللي كاين ضيم التنظيم تما هو ولد اسفي. تيقول لي تغجيش راه تعدم مسكين في هذيك 3 مارس. ديال مولاي بوعزه. نعم. تعدم مسكين هذيك. مشيت عنده، خوه كان بوليسي في الدار البيضاء. نعم. عطاني التليفون ديالو، مشيت لوهران عيط لي في التليفون، جا عندي قلت له انا راه من طرف فلان كذا كذا، قال لي صافي اداني لعند اللاجئين. نعم. صافي تمايا قدمني، لقيت اللاجئين تما سعيد بن نعيلان. نعم. بن سعيد عيسي الدار كله مولاي عبد السلام الجبلي الله يطول عمره الله يشافيه. لقيتهم كلهم تما. عجيب. اييه غير مولاي عبد السلام وسعيد بن عيلات وسعيد بن عيلات كيمشي ويجي ما بين العاصمه ووهران. ووهران. ولكن مولاي عبد السلام كان عنده معاه ولادو تما
الزوجه ديالو كل شيء كان قار في العاصمه. نعم. ومع بن سعيد تيدير حتى هو تيتحرك. نعم. بن سعيد تيدير ومولاي عبد السلام وقع خلاف بيناتهم، وهما بجوج وقع خلاف بيناتهم بجوج، وقع الثاني الخلاف مع الفقير وصري. نعم. بن سعيد تيدير ما متفقش مع الجبلي، والجبلي وبن سعيد تيدير ما متفقش مع الفقير وصري. نعم. قال له ودي هادشي اللي التخربيق اللي بغيتي دير ديال الكفاح المسلح ديال الكفاح المسلح ما غاديش ينجح. نعم. وبالفعل صدقت لي تماما تماما. انا تلقيت مولاي عبد السلام الجبلي وقلت اسمع وتناقشنا. نعم. بقى هكاك صافي بقينا ديك الساعه واحد المده، جو عندي الناس اللي مسؤولين تما الى اخره، لقيتو المهم عاش معاهم مع اللاجئين وداك الشيء. كانوا ديك الساعه كيعطيونا واحد 100 درهم ديال الاسعاف. نعم. ديك الساعه كتعطي غوت اللاجئين ديك الساعه. نعم. بقينا ويجي حرب ايام السته. نعم. قال انا الجزائر ديك الساعه كان عندها موقف متشدد قضيه ديال الحرب. نعم. حيت الشوارع ديال الجزائر عامره بالمشجلات وداك الشيء، وقع الاتفاقيه ديال وقف السوريين والمصريين واسرائيل، ووقعوا على انه وقف الحرب وكذا هذا، والجزائر ما دخلتش معهم. قالت لهم لا انا كنرفض يقفل. قالوا البوم ديال علاش؟ قال لهم اليوم مصر والاردن وسوريا وغدا اليمن. هما جايين عندي النوبلينا. اي النوبلينا. انا ما عنديش. انا قال لهم انا كنرفض هذه الاتفاقيه. وبقاو استمروا فاسميتو. نعم. ناضوا فتحوا المعسكرات ديال التدريب ديال الناس اللي خصهم اللي بغا يمشي لفلسطين. وانت تدخل؟ دخلت مشيت تسجلتي دخلتي؟ تسجلت دخلت تدربت 40 يوم تما في الجزائر، واحد المنطقة تيقول لها براقي الناحية ديال العاصمة. لقاو عندك أصلا تدريبات سابقة يعني؟ ايه تدريب خفيف دابا دخلتو في داكشي التدريب في ديال الديار وداكشي عادي، ولكن ولكن تدريب هذا تدريب عسكري، لبسنا التوني وكذا، فيه دروس نظريه من طرف الضباط كبار. نعم. وفيه النظام المنظم واحد اثنين واحد. نعم. كذا الى اخره، وفيه الرياضه وفيه شكون كان معاك في التدريب من المغاربه؟ كانوا معايا مغاربه بزاف، كان معايا حسن خول فقير مصري. إيه. وكان معايا احمد بن منصور الله يرحمه. نعم. اللي مات هنا كان. إيه. معايا حتى هو. إيه. كان معايا حتى هو حتى يقول لي بركه لي يزيد. إيه. كان في الطليعه حتى هو. وكان كانوا شي ناس من الاطلس المتوسط. كنا مجموعه، كانوا مغاربه مجموعه. أيه. كلهم لاجئين. نعم. كلهم لاجئين، هادو عشرات باستثناء احمد بن منصور وخول البصري. هذا ماشي خول البصري جا من باريس، واحمد بن منصور جا من يوغوسلافيا. ديك الساعه كان تيقرا. هذا الحس القومي اللي جابه بطبيعه الحال، راه ما بقاش الاستثناء، راه كل شيء من الخارج. نعم. طيب نقلوكم السلطات الجزائريه الى الجبهه. لا الفقير المصري بالتنسيق مع الجزائريين انه يسهلوا لنا الانتقال الى الجبهه المواجهه الى سوريا. الى سوريا. الى سوريا من بعد المرحله الاولى. في المرحلة الأولى سوريا. المرحلة الأولى سوريا. سوريا. صوبوا لنا الجوازات سوريا في السفارة ديال سوريا في الجزائر. الجوازات باش غادي نمشيو حنا لسوريا. نعم. من تما كنعتبروا مواطنين سوريين. سوريين. عندنا الجواز. وفقا لربما الاتفاقية التي كانت قد جمعت بين سوريا ومصر. ايام جمال عبد الناصر. هذا كان باسبور واحد. كان ديك الساعه اللي كان ديك الساعه داك، رغم انه داك المشروع ديال الوحده ما نجحش. نعم. ولكن بقات ديك العلاقات العسكريه وسميتو العسكري، بقات جانبيه. صح. بقاو كينشقوا بيناتهم الى اخره. نعم. مشينا وصلنا لسوريا، لقينا شي مغاربه تما مع الفقيه المصري ومع الفقيه الفيقي الله يرحمه ورحمته مؤخرا. هذه مجموعه. هذه مجموعه تما في سوريا. نعم. دمشق. بتنا واحد يومين في واحد لوطيل تما لسامير قلب العاصمه السوريه دمشق. الغد جابوا السيارات هزونا المعسكر ديال الزبدني.
وهذا معسكر كان هو كان مخيم وردوه معسكر ديال التدريب الفدائيين. نعم. وراس النبع النبع ديال واحد الواد وتا الى اخره. داونا لتما بدينا كنتدربوا تدريب عسكري لبسنا تدريب التدريب. اخر او كان نديروا عمليات لا لا هذا غير تدريب غير تدريب غير تدريب تدربنا على جميع الاسلحه. نعم. وضباط كبار ضباط كبار دربونا على الالغام كل واحد فاش كاين اللي متخصص ضابط متخلص في المفاعية وكاين اللي متخلص في الدبابات وكاين اللي متخلص في المتفجرات كل في النظام المنظم كاع تزدتو منهم كاع هادوك اثرونا بحال الطلبه كنا كنجلسوا في القسم وضابط كيوقف وتيشرح لنا الخطط في السبوره كذا كذا هذه 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 تكون تكوين مزيان. نعم. ملي سالينا السوريين ديك الساعات اتفقوا مع الفقير المصري قال لهم اودي هاد الناس ديال قالوا لي راه صافي هادو ديالك دابا راه تدربوا راه مزيان صافي تخرجوا. عاود اتفق معاهم وقال لهم بغيت باش يديروا واحد تكوين عملي. قالوا لي اش كتقترح؟ قال لهم بغيت هم يمشيوا يندمجوا مع يشاركوا في العمل الفدائي مع المنظمات الفلسطينيه. باش يكتسبوا الخبره. نعم. قالوا لي حنا راه كاينه فتح كاين الجبهه الشعبيه كاين الجبهه الشعبيه الديمقراطيه وكاين الصاعقه منظمه الصاعقه هي مواليه لحزب البعث السوري. نعم. مو مواله. اي. نعم. قالوا لي دابا هاد الناس ديالك غادي نشوفوا التنظيم ديال الصاعقه. نعم. هنا جات قضيه الصاعقه. نعم. مشينا معاهم. هزونا ديك الساعه داونا للاردن واحد المنطقه تيقول ليها براقي جلسنا فيه واحد المده هزونا من تما عاود ردونا دخلونا ثاني لسوريا. نعم. كاين الحدود ما بين اربد وما بين درعا. نعم. درعا ديال سوريا اربد ديال الاردن دخلنا لسوريا بداو كينقلونا تما في سميتو وكنشاركوا مع المنظمه ديال الصاعقه. نعم. في العمليه دخلنا في عمليات دخلتوا عمليات مع دخلنا مع الصهاينه عملهم دخل كنت تدربنا مزيان وكل شيء وحنا وهذوك هذوك الفلسطينيين لقاو راسهم ضعاف امامنا حنا كمغاربه حيت دوزتوا بزاف ديال التدريب وحنا معروفين على الصعيد حتى في الحرب العالميه الثانيه شكون اللي حرر لانه المغاربه مغاربه طيب شحال بقيتي تما سي عبد الرحمن تقريبا وباش ترجع للجزائر مره اخرى عامين رجعتوا للجزائر لا لا هنا تبدا قصه اخرى ديك الساعه ملي سالينا سميتو المنظمه قررت باش ندخلوا بالتدريج راه خصنا نبداو تعطينا لان بعدا كاين واحد القضيه ملي كنت في وهران باقي كاع ما تدرب ما والو جا الفقيد المصري تما وتلاقيت معاه وتناقشت انا وياه هو كيعرفني في المغرب لان كان تيجي في الستينات لاز فيه كنتو تتلاقاو ولكن ماشي شي لقاءات لا ماشي خفيفه انا طرحت عليه واحد الملاحظه قلت لي السي محمد حيت جغرافيا انا وياه كننتميو لمنطقه واحده نفس القبيله. نعم. هو ادو ستانات وانا قبيله تاعي هو من منطقه تازيه هو كيعرف هذا الشيء. نعم. قلت سي محمد راه تعطلنا بزاف الناس راه ملت وراه انا كنهضر معاه باخلاص. نعم. قلت الناس راه فقدت الثقه في القياده في ذاك الوقت في ذاك الوقت قلت لي فقدوا الناس الثقه في القياده اجي هذا الشيء راه ملوا الناس راه هذا الشيء غادي يؤدي لشي حاجه يبداو الناس يهربوا ويدخلوا ديال الحزب اللي كان معاكسا لذاك المنظور الحزبي اللي كان في ذاك الوقت ايه بغى يمشي بعيد وبغى يجمع المغاربه بعيد ولكن تعطلنا بزاف ملوا الناس. نعم. حنا كنتصنتوا للناس بغاو شي حاجه اللي هي شي حاجه قال لك وحنا دابا غير كناكلوا وتنشربوا وجالسين وما عندنا مستقبل كل شيء غامض. نعم. قلت لي هذا الشيء راه أدى إلى فقدان الثقة في القيادة، باش جاوبني؟ باش جاوبك. قال لي ما كيتوقوش الناس في القيادة اللي هي ماشي منهم. حبست. حبستي. صح، لأن هو معاند ما تقدرش. لا، قلتي لي بلي هو معاند. بعض المرات ينتصر دائما إلى فكره وما تيبغيش اللي يكثر معاه. وعاود نقاش بيني وبينه في اسبانيا.
تلاقيتو في شي مناسبه؟ تلاقينا في الوقت اللي احنا دخلنا جينا لاسبانيا من سوريا، جينا لاسبانيا من سوريا لاسبانيا. اي من سوريا لاسبانيا، وانا من الناس اللي خصهم يدخلوا للمغرب. كيفاش؟ علاش؟ بس طريقة سريه. بطريقه سريه راه غادي ندخلوا حنا مدربين من الشمال. دخلنا للشمال، المخابرات تابعكم عارفكم فين مشيتوا، واش تديروا، واش تدربتوا، وانتم صبحتوا تتشكلوا خطر داهم معلوم على الفعل السياسي المسالم، لانه نظام نفسه. ايه والنظام، انتم دابا وليتوا عسكريين. تماما، حنا عسكريين وعارفين مدربين مزيان. طيب، وكل شيء لك. طيب سي عبد الرحمن، غادي نوقفوا في هذا الجزء الثاني. طبعا باقي جزء ثالث واخير، نحاول ولا انه نختصره بما يفيد، ولكن ايضا المعالم ديال الاسئله اللي تقاطعت ما بين الجزء الاول والثاني، وانه السي عبد الرحمن وصل لذاك الشيء اللي كان ربما تيشوف فيه من 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 وراء الجبل، وصل الان للفعل السياسي، ثم ايضا للعمل السري، وثم للخيارات في القضية، ماشي الوطنية، القضية العربية القومية بالأبعاد ديالها. أنا ذاك اللي كانت تتشكل بملامح ثورية فلسطينية عربية مصرية أردنية جزائرية، ولكن أيضا الحماس ديالكم منقطع النظير، لأنه كان وصل كثير من الفاعلين السياسيين داخل المغرب اللي ما كانتش عندهم الفرصة باش ينتقلوا للجزائر أو ينتقلوا للأراضي المحتلة الفلسطينية. نعم. على التقاطعات الأردنية السورية، وأيضا المواجهة العربية آنذاك. نعم. والنكبة العربية التي نتج عنها طبعا مخاضات جديدة بالاحتلال ديال الكيان الإسرائيلي، أي الجزء كبير جدا من الأراضي السورية والأردنية وفلسطين كلها قبل. نعم. من الاتفاقية ديال مدريد أيام الأخيرة ديال عرفات في. نعم. أواخر التسعينية. نعم. غادي نعاودوا نرجعوا سيداتي سادتي باش نهيو هاد النوستالجيات السياسية مع المناظر السياسي والمعتقل الكبير سيدي عبد الرحمن شجار في جزء ثالث وأخير على كشبريس.com. تحياتي أنا مصطفى غلمان محمد أمين بدوي، إلى اللقاء.